سمومني، مغنية وملكة جمال وعارضة أزياء. لا ما عنديش مشكل، عندي الشرف أنه كل كنشبه لبنات بلادي حيت الشمام زيونات وتبارك الله عليهم، وكنتمنى لهم أنا غير الخير في الميدان ديالهم. لا النجاح ديالي تعبت عليه وماشي جهيدة سهل، تعبت عليه بالنسبة كنشارك في مهرجانات ويعني ديفيليات وكنخلي حتى مدينة حتى دولة باش نعمل العرض الأزياء، وإن شاء الله جايين أفلام إن شاء الله. جوني عروض من مصر وجوني حتى من المغرب، ولكن ما كنتش مقتنعه بهم 100%. يعني بغيت انا شي حاجه تكون يعني قريبه للشخصيه ديالي، فهمتي؟ ماشي نقدر نمثل اي حاجه حيت انا ماشي قاريه على التمثيل او هذا. شخصيتي انا يعني خاص شي وحده تكون يعني في التمثيل، شي وحده بغيت نمثل انا على الهضره، على يعني التمثيل الجمال، يعني ثاني ديك الشخصيه يعني الهادئه شويه فيها ديال التعصيب، فهمتي؟ داكشي علاش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.